يبتلونا بمصيبه المسلسلات والبرامج التافهه، فطبعا الناس، في ناس ربنا يسامحها يعني ما بتملش، في ناس ما بتملش. المفروض ان انا شفت حاجه تافهه شفتها مره واتنين خلاص، ما ينفعش اشوف التافه بقيت عمري، حرام افضل تافه بقيت عمري، حرام حرام تستحمرني بقيت عمري، ما ينفعش. لازم الناس تقول كده غلط كفايه، لازم الناس تقول لي هبل كفايه هبل، حرام عليكم. اللي بيستغفلني سنه واتنين يستغفلني ثلاثه وخمسه، اذا كان هو عبيط انا اعبط منه، حرام عليكم. وما دخلت مواد تافهه الا وضيعت قدامها مواد مهمه، وما شغلت الامه بموضوعات تافهه الا ضيعت مواد مهمه. صحتنا بتضيع، والله العظيم صحتنا بتضيع واقتصادنا بيقع. انه ما دخلت مواد تافهه الا وضيعت قدامها امه محترمه. اشمعنا احنا اللي اتفرضت علينا الخيبه؟ اشمعنا احنا اللي تافهين؟ حرام نقول للتافه كفايه كده. الناس بتضيع بتموت في المستشفيات، ناس مش لاقي لها سراير، في المدارس ناس بتغش بالعافيه، العلم بيضيع والطب بيضيع والاقتصاد بيقع، ومع ذلك احنا تافهين. احنا بقى عايزين تفاهه، حرام عليك قول للتافه كفايه كده.